أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. كيف يمكن وصف العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران في العراق وما حدود التعاون الأمريكي الإيراني في العراق على وجه الخصوص؟ وكيف عزز هذا التعاون من ديمومة العملية السياسية منذ احتلال العراق؟ وما الأدوات التي تم استخدامها أمريكيا وإيرانيا في تحقيق المصالح المشتركة بينهما؟ لتسليط الضوء مشاهدينا الكرام على حلول التعاون الأمريكي الإيراني في العراق تحديدا، أرحب بضيفي في الاستوديو السيد حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، حيا الله مشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ حسين. أيضا مشاهدينا الكرام ينضم إلينا لاحقا الأستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي، سينضم إلينا عبر الهاتف من السويد. إذا فاصل قصير ونبدأ الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى. نسلط الضوء في هذه الحلقة على حدود التعاون الأمريكي في العراق. أستاذ حسين سبعاوي مرحبا بك مرة أخرى. كيف يمكن أن تصف العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران في العراق من امتدادات تاريخية حتى مرحلة احتلال العراق عام 2003، ما بعد هذه المرحلة وحتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد العلاقة الأمريكية الإيرانية هي علاقة استراتيجية. حرصت الولايات المتحدة على أن تكون إيران ضمن محور الأمريكي وضمن حلف الناتو في مواجهة، يعني ما قبل احتلال العراق كانت في مواجهة في معركة فترة الحرب الباردة مع حلف وارشو، واستمر هذا التحالف إلى ما نحن عليه الآن، فهو حلف استراتيجي مر بمراحل متعددة. نعم تكتيكيا أحيانا يختلف نوعا ما، ولكن الاتفاق الاستراتيجي والحلف الاستراتيجي قائم ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران. وعندما حاولت إيران التخلص من المحور الأمريكي عام 1953 قامت الولايات المتحدة بتدبير انقلاب ضد حكومة مصدق المنتخبة عام 1951 وأسقطتها خشية الذهاب إيران إلى المحور الآخر المعادي للولايات المتحدة. فالعلاقة استراتيجية والتدخل مباشر داخل إيران، فالنظام الإيراني هو محمي أمريكيا واتفاقه مع الولايات المتحدة اتفاق استراتيجي. أما أدواته في المنطقة وفي العراق تحديدا في العراق، الميليشيات الشيعية الطائفية هي أهم الأدوات المستخدمة للحفاظ على مصالح الدولتين في العراق ولتحقيق أهدافهما ومشروعهما في العراق. نعم. إذا النظام الإيراني محمي أمريكي وعلاقة ما بينهما ما بين إيران وأمريكا هي علاقة استراتيجية. ورحب بك أستاذ محمد شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من السويد. مرحبا بك أستاذ شاهين. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم. أهلا بكم ومستمعيكم الكرام. أستاذ شاهين، يعني أنتم كيف تصفون العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران في العراق تحديدا؟ مثل ما تفضلتم، العلاقات الإيرانية الأمريكية ليست جديدة، وهي مبنية على حقائق قديمة تسمى حروف الماسونية، وفي هذا وقتها على الصوت غير واضح. أستاذ شاهين هلا يعني سوف نتصل بك مرة أخرى لو سمحت، لو تكرمت أستاذ شاهين محمد، لكي يتسنى للمشاهدين الكرام سماع صوتكم بشكل أوضح. أستاذ حسين بالعودة إليكم، يعني حدود هذا التعاون الأمريكي الإيراني ذكرت بأن أمريكا الولايات المتحدة حرصت طوال حقبة مضت على أن لا تكون إيران ضمن محور روسيا، ولكننا نشاهدها الآن نرى أن إيران هي ضمن المحور الروسي في المنطقة. ولكن فيما يخص علاقة الولايات المتحدة بإيران في العراق، ما النظرة الأمريكية لإيران في هذه النقطة تحديدا؟ هذا سؤال مهم. إيران لم تكن ضمن المحور الروسي إلا في سوريا، ولأنه في سوريا رؤية أوباما ما زالت هي القائمة، وهو التوافق الأمريكي الروسي في سوريا حتى بعد مجيء ترامب إلى السلطة بقى يعتمد على رؤية أوباما في المشروع في سوريا. فلأن هناك توافق روسي أمريكي، إيران تستطيع ببرغماتيتها أن تعمل مع الفريقين في مواجهة المنطقة،
تعمل مع المحور الروسي وتستطيع أن تعمل مع المحور الأمريكي. كيف استطاعت أن توازن ذلك في العراق تحديدا؟ هذا دليل برغماتيتها أنه إيران ليس كما نتصورها هي دولة ملالي، دولة جهل ودولة تخلف، لا على العكس. يعني أنا أدعو الكثير أن يستفاد من تجربة إيران سياسيا التي يستطيع، لا توجد دولة عربية ولا توجد دولة إقليمية تستطيع أن تعمل مع روسيا في آن واحد وتعمل مع الولايات المتحدة في آن واحد، وكلاهما ميليشياتهما يقاتلون ويدمرون المنطقة تحت مظلة الطيارين، الطيران الروسي والطيران الأمريكي. هذه برغماتية عالية جدا، ولكن هل ستستمر هذه أم هل محددة جغرافيا؟ أنا أعتقد هذا الأمر محدد جغرافيا فقط في سوريا، ليس الأمر لا يمكن أن يكون في العراق مثلا ولا يكون في مناطق أخرى. هذه حالة استثنائية لأنه هناك توافق، فمتى أن انتهى هذا التوافق ستدرك إيران الخطر وستخسر الكثير في حالة عدم اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على أي مشروع ما. إذن عن وصف العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران في العراق، عاد إلينا الأستاذ شاهين محمد. أستاذ شاهين مرحبا بك مرة أخرى، كيف تصف هذه العلاقة في العراق تحديدا؟ الامتدادات لهذه العلاقة بالحقيقة أساسا هي كانت وهو اتفاقية الجزائر. اتفاقية الجزائر أعطت فرصة للشاه أن يبني إيران ويترك نفاذ مع العرب، أو على الأقل عدم إشغاله. فهذا ما ترك للأمريكي، وخصوصا أيضا قام الشاه مساعدة مصر في إعطاء النفط خلال فترة 1970. فهذا كل ما جعل الأمريكان يبدوا حساباتهم واستراتيجيتهم في المنطقة، فأبدلوا الشاه بالخميني ومجموعته، وهم نفسهم من نفس الطاقم الماسوني المشترك، لا يوجد خلاف بيناتهم. اما في العراق تبدا التعاون مستمر، والهدف الاساسي يعني كما هو معروف وارباك العرب واضعافهم، ونحن نعرف وجميع يعرف ان العراق هو الضفير الشرقي للعرب، وهو الذي يكون القوة الاقتصادية والاجتماعية سليمة للعرب، أراد استعزعت فاشترك جميعا، والعلاقة ليست ندية. وفاها بعض المظاهر الأخرى التي نرى شد بينهم على هذه القضية. شكرا لك. كل دقيقة أدوار بدليل أنه كل ما دعا ترامب على عدائه مع إيران وأنه سوف يقتص منها وسوف يحجمها وإلى ما ذلك من تهديدات، كلها لم تأتي بنتيجة. إيران تمددت، إيران تحاول أن تستغل كل الطرق، ترعي كل الإرهاب في المنطقة، تحاول أن تمتد إلى المناطق العربية، احتلت الأحوال سابقا واليوم تريد تحتل مناطق الخليج الأخرى، وهي قائمة على هذا المشروع استمرار ودعم أمريكي، وأمريكا ليست جادة على الإطلاق في محاسبة إيران أو تحكيمها في المنطقة، لأن أمريكا هدفها الأساس أيضا هو إطلاق عرب وحماية الكيان الصهيوني كما إيران على ذلك. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي لانضمامك إلينا في هذه الحلقة، ونعتذر منك ومن المشاهدين الكرام على هذا الخلل في الصوت الذي هو من المصدر. شكرا لك أستاذ شاهين. كيف تعلق أستاذ حسين سبعاوي على ما تحدث به الأستاذ شاهين محمد؟ هل إلى يعني فعلا أن هذه العلاقة علاقة تعاونية ما بين أمريكا وإيران كانت على حساب إضعاف العرب؟ بالتأكيد، رغم أنه العرب هم حلفاء للولايات المتحدة، إلا أنه الولايات المتحدة انحازت لإيران على حساب العرب، وهذه ديدن وسياسة الولايات المتحدة مع حلفائها الضعفاء. تركيا عضو بحلف الناتو، الولايات المتحدة تنحاز لإيران على حساب تركيا. العرب حلفاء للولايات المتحدة وحلف استراتيجي ما بين الولايات المتحدة وما بين العرب، تجد الولايات المتحدة تنحاز لإيران على حساب العالم العربي. وهذه سياسة الولايات المتحدة. يعني قبل
كم يوم نشر مقال احد الكتاب الاتراك قال ان المتضررين من ان الحلفاء المتضررين من الولايات المتحده اكثر تضررا، الحلفاء اكثر تضررا من الولايات المتحده من خصومها. هذا مقال كامل نشره انه حلفاء الولايات المتحده يتضررون من سياساتها اكثر. وحتى في بدايه من الذي تضرر خلال هذه المرحله من هذه السياسه على المستوى الاقليمي؟ العرب وخاصه العراق، العراق اكثر متضررين من سياسه الولايات المتحده، لانه الولايات المتحده بالتعاون مع ايران، وهذا ما صرح به مسؤولين ايرانيين انه لولا ايران لما استطاعت الولايات المتحده ان تسيطر على العراق، وكذلك كان نفس التصريح مشابه في افغانستان. هذا نقصد به التعاون الامريكي. طيب الإيراني. هو تعاون، ولكن لماذا كانت ايران ضمن محور الشر عندما تلك الفتره كان يعني جورج بوش الابن يتحدث عن ان ايران وكوريا الشماليه وسوريا و ضمن سبعة دول هي من ضمن محور الشر، ولكن إعلاميا إلى أي مدى ترى أن هذه الخصومة وهذه العداوة هي منطقية فعلا؟ هو أهم ما نريد أن نركز عليه ونقوله أنه العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران، لماذا نركز عليها ونتكلم عنها سواء في الفضائية، في فضائيتكم أم في الفضائيات الأخرى أم في الإعلام الآخر؟ السبب لأنه كلا الدولتين تعلن الخصومة للآخر في حين أداؤهما على العكس. الولايات المتحدة تسمي إيران محور الشر، وإيران تسمي الولايات المتحدة الشيطان الأكبر. ما السبب؟ السبب أنه العالم العربي يعني خلينا نقول الولايات المتحدة لا تعلن عن أهدافها، وما تقوله في الإعلام لا يعكس الحقيقة في السياسة الأمريكية. ما يقول في الإعلام لا يمكن الاعتماد عليه ولا يمكن البناء عليه. ولهذا السبب بعض العرب وبعض حلفاء الولايات المتحدة كانوا يبنون سياساتهم على ما يعلن من الفضائيات سواء الأمريكية أم غيرها أو الإيرانية، وهذا خطأ. ولحد الآن كثير من العرب أو من حلفاء الولايات المتحدة يعتبرون أنه إيران هو يعني عدو لدود الولايات المتحدة، في حين لا يعود إلى يعني إلى نتائج هذا العداء. هل هو فعلا عداء؟ على العكس هو تحالف استراتيجي، ولكن هذا استخفاف بحلفائها. بعد قمة الرياض كما تعلمون هناك مقررات، من ضمن المقررات أن يقلم أو تقلم أظافر إيران في المنطقة ويحد النفوذ الإيراني في المنطقة، ولكن الآن بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض ما الذي تغير عن إدارة أو سياسة إدارة أوباما؟ لاحظ كل مسؤول سياسي الدعاية الانتخابية له لا يمكن أن يحققها عندما يكون مسؤولا وهو غير مسؤول عليها مباشرة، لأنه المرشح دعاية الانتخابية سقف عالي وهو يعرف مشاعر الشعب الأمريكي إلى أين تتجه. ولهذا السبب كان يتكلم عن أيضا محور شار وأنه إيران وقطع يعني تقليم أظافر وإلى آخره، ولكن عندما يكون في موقع المسؤولية ويأتي إلى مؤسسات الدولة ويتصدر هذه المؤسسات فيجد سياسة مختلفة كاملة. هناك بنتاغون، هناك وكالة استخبارات، هناك خارجية، هناك مستشارين داخل البيت الأبيض، جميع هؤلاء وجميع هذه المؤسسات لا تسمح بمواجهة إيران. طيب اسمح لي العكس. فقط أستاذ حسين اسمح لي فقط سأعود إليك مرة أخرى أن أرحب بضيفي عبر الهاتف السيد محمد المدحشي مدير مركز ميسان للدراسات العربية والإيرانية. أستاذ محمد المدحشي مرحبا بكم. مرحبا بكم الدكتور الغالي والضيف العزيز والسادة المشاهدين الأعزاء. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد يعني هل وصفت لنا طبيعة العلاقة العلاقات الإيرانية الأمريكية فيما يخص العراق سواء كامتداد تاريخي أو خلال مرحلة احتلال العراق وحتى اللحظة؟ يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار عام 2003 عام احتلال العراق، نرى أن هناك تعاون وثيق ووطيد بين الإدارتين تحت غطاء خطاب عدائي تم بمحور الشر والشيطان الأكبر ما تبنته العاصمتين، لكنه نرى هناك تعاون وثيق في الساحة العراقية. الآن اختلف الأمر قليلا وليس كثيرا يتعلق بالمطالب الأمريكية الجديدة من إيران في الساحة العراقية وتأطير هذا التعاون وفق المتطلبات الجديدة التي تطلبها واشنطن،
ونسمع بأنه ترامب يريد أن يمزق الاتفاق النووي أو يعيد النظر في هذا الاتفاق، لكنه لا يمكن القول أن الولايات المتحدة ذاهبة باتجاه عداء أو يعني نصفه بصراع مباشر مع إيران، بل الولايات المتحدة لا تريد أكثر من تأطير هذا التعاون بشكل جديد وفق معطيات جديدة للإقليم وتغيير السياسة الأمريكية في العراق. هذا ما تريده الولايات المتحدة من إيران، والمشكلة لا تقع في الاتفاق النووي بقدر ما تقع في رفض إيران حاليا لهذه المطالب. وسبب رفض إيران بهذه المطالب هو دعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشكل خاص لإيران والصين أيضا. فالولايات المتحدة ما تريده من يعني إيران الآن إيران ترفض ذلك. يعني أستاذ محمد، ما هي النقاط المشتركة الأمريكية والإيرانية؟ هذه المطالب الأمريكية من إيران فيما يخص الساحة العراقية، هل أوضحت لنا أبرز نقاط الالتقاء في المصالح ما بين الدولتين؟ أبرز المطالب الأمريكية تقع بابتعاد إيران عن الصين وعن الاتحاد الأوروبي في الإقليم وتقاربها مع الأجندة الأمريكية أكثر مما هو عليه الحال الآن. لكنه إيران لا تريد أن تضع كل بيضاتها في السلة الأمريكية، بل تريد أن تنوع من علاقاتها وتحالفاتها مع القوى العظمى الأخرى. والولايات المتحدة لا تريد بعد ولا تقبل بأن إيران تلعب يعني على عدة جهات في الإقليم وتسترضي الصين وتسترضي روسيا وتسترضي الاتحاد الأوروبي وتسترضي الولايات المتحدة بنفس الوقت. الولايات المتحدة الآن تريد من إيران لعبة كاملة لصالح الولايات المتحدة في الإقليم، وإيران ما لا تفعل، لا تريد أن تفعل ذلك. أما نقاط التلاقي الإيراني في الإقليم، الولايات المتحدة بطبيعة سياستها في المنطقة لا تريد إضعاف الدور الإيراني في الإقليم كما يتصوره البعض، بل الولايات المتحدة تريد دور إيراني معين في الإقليم لأن يعني تمشي سياستها ومصالحها في الإقليم. وإيران عارفة جيدا ذلك، أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستغناء عن الدور الإيراني في الإقليم. ولهذا السبب نرى أنه إيران تظهر تعنت أو رفض للمطالب الأمريكية بين الحين والآخر حتى تستطيع أن تأخذ امتيازات أكبر من الولايات المتحدة. أستاذ محمد، ما الأسباب التي تجعل أمريكا تريد أو لا تريد إضعاف إيران أو دورها في المنطقة؟ لماذا إيران دونا عن باقي الدول دول الإقليم؟ يعني إيران حسب نظرية إلياهو ساسون وبن غورين من مؤسسي الدولة الإسرائيلية وضعوا نظرية تسمى بنظرية احتواء الشمال. وهذه النظريات أحد الأعمدة الرئيسية في نظرية احتواء الشمال للوطن العربي. ولا يمكن للسياسة الغربية والأمريكية الاستغناء عن إيران ككيان. أنا لا أتحدث عن نظام بمعنى النظام الحالي الحاكم. استغناء إيران ككيان سياسي لا يمكن الاستغناء عنه إلا أن تتغير هذه الاستراتيجيات التي وضعت منذ أكثر من 7 عقود أو 8 عقود في أدنى تقدير. فلهذا السبب إيران تعتبر أحد أعمدة المشروع الغربي والأمريكي في المنطقة، ويتم تأطير هذه العلاقة، علاقات الغربية الإيرانية وفق هذه النقطة. بمعنى أنه حتى إذا تم فرض حصار أو حظر على إيران، هذا الحصار والحظر لا يرتقي لما ارتقى إليه الحصار على العراق اللي تسبب بمجاعة وموت أكثر من 1.5 مليون طفل عراقي بسبب سوء التغذية. لكن الحصار على إيران يبقى بمستويات معينة للضغط عليها ولا أكثر. فالولايات المتحدة الآن بالظاهر تريد إضعاف الدور الإيراني، ولا نقاش على ذلك. يعني أنا أقول أن الولايات المتحدة تريد تحجيم الدور الإيراني، بس لا يعني ذلك تضعيف إيران.
تحجيم دور الإيراني في سوريا، تحجيم الدور الإيراني في العراق، لأنه الولايات المتحدة الآن في سوريا انفردت مع روسيا، وتقاسم الكعكة السورية يكون بين إيران، بين واشنطن وبين موسكو، يعني لا مكان. سأعود إليك مرة أخرى أستاذ محمد المدحجي. أستاذ حسين سبعاوي، مثل ما تحدث الأستاذ محمد، بالظهر أمريكا تريد أن تحجم من دور إيران في المنطقة، هل هناك مؤشرات على وجود هذا التحجيم فعلا؟ الخلاف الأمريكي الإيراني النقطة الرئيسية اللي فيه أنه الولايات المتحدة لا تريد لإيران أن تكون دولة نووية، هذه هي المشكلة الرئيسية. الولايات المتحدة لا تقبل إيران دولة نووية فقط، أما في غيرها فبالتالي تتفاوض معها وتتفاهم معها. أعتقد أنه مصالح الولايات المتحدة مع مصالح إيران يعني هي استراتيجية ومصالح قوية جدا، لا يستطيع أحدهما أن يفرط بالآخر. أما أنه الحد من التدخل الإيراني في العراق هذا شيء طبيعي جدا، ولكن هل تستطيع أن هل تتحمل الولايات المتحدة ذهاب إيران إلى المحور الروسي؟ الجواب لا، سيسقط هذا النظام كما أسقطت حكومة مصدق سابقا. لهذا السبب أكو خطوط للعبة، أكو خطوط حمراء لها لا يستطيع أحد أن يصلها، لا يستطيع. أما الولايات المتحدة عندما تجعل حلفاء إيران لهم دور في العراق فهي لم تخسر شيء، لأنه إيران لا تستطيع ضرب المصالح الأمريكية سواء لا في العراق ولا في مكان آخر. وبالتالي شيء طبيعي جدا أن تكون دولة عظمى مثل الولايات المتحدة أن تحدد من الدور الإيراني في المنطقة. أما الخلاف لا يوجد الخلاف المنشود الذي يتوقعه العراقيين أو يتصوره العرب، هذا أمر يعني بعيد عن المنال. فبالتالي التحالف الأمريكي الإيراني تحالف استراتيجي وخطورته علينا، لأنه أنا لا يهمني أنه الولايات المتحدة لها علاقة استراتيجية مع إيران أو مع تركيا أو مع أي دولة أخرى، هذا شأن خارجي. أنا ما يهمني أنه هذه العلاقة تعكس سلبا على العراق. عندما تعكس سلبا على العراق فبالتالي أنا لابد أن أبين هذه العلاقة وأفضح هذه العلاقة وأتكلم بها وأكون معارضا لهذه العلاقة استراتيجية، لأنها إذن ضيفي الكريمين، أنتما اتفقتما على أنه لا يمكن القول بأن الولايات المتحدة ذاهبة إلى صراع مع إيران، وكذلك أن العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران هي علاقة استراتيجية. فاصل قصير، اسمحوا لي فقط أن ننتقل ثم نعود مرة أخرى لإكمال الحوار، كونوا معنا مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نصل الضوء في هذه الحلقة على حلول التعاون الأمريكي الإيراني في العراق، وبالعودة إليكم أستاذ محمد المدحجي، متى برأيك ممكن أن ينتهي هذا التعاون الأمريكي الإيراني في العراق؟ هل من خطوط تقاطع ربما بينهما قد تحصل مستقبلا؟ نعم، انتهاء هذا التعاون يكون خاصة بعد انتهاء ملف داعش ما يسمى بمحاربة الإرهاب، وأيضا إيران إذا اتجهت باتجاه الصين والاتحاد الأوروبي بشكل كامل
سيكون تداعيات ذلك سلبا تنعكس سلبا على العلاقات الأمريكية الإيرانية بشكل كبير. وإيران طبعا الآن تبقى يعني تحاول أن توازن عطائها مع هذه القوى بشكل يسترضي الجميع، لكنه الولايات المتحدة لا تريد ذلك. النقطة الرئيسية التي تقع في هذه في هذا الصراع أو في هذا الملف يتعلق بموقف الأمريكان من الصراع الدولي والصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط. فالنقطة الخلاف والافتراق ستكون في توجه إيران بشكل كامل إلى الاتحاد الأوروبي والصين، ونحن الآن نرى ملامح هذا التوجه وفتح أبواب الاقتصاد الإيراني على الشركات الألمانية والفرنسية، خاصة توتال ورينو الفرنسيتين، وتواجد هذه الشركات بشكل كبير في إيران وشركات أخرى طبعا. فإيران حتى الآن تلمح وتلوح بأنها ذاهبة باتجاه التباعد والابتعاد عن الولايات المتحدة في الإقليم. وجود إيران في آخر. وجود إيران في الحلف الروسي مع روسيا في الملف السوري إلى أي مدى أثر على علاقتها بالولايات المتحدة؟ طبعا كان لديه تأثير سلبي، لكنه الآن بعد انفراد واشنطن وموسكو بالساحة السورية أصبح التأثير الإيراني أقل مما كان عليه على هذا الجانب. وروسيا أيضا لا تريد أن تشارك إيران في الكعكة السورية، طالما الروسي الآن يتواجد بشكل كبير بكل ثقله العسكري والأمني، لا ضرورة بعد أن يتقاسم الكعكة والمنافع وفي سوريا مع إيران. فالآن نحن يمكن القول أنه أي توجه إيراني اتجاه الصين أو الاتحاد الأوروبي هو ما سيفسد العلاقة بشكل كامل. والولايات المتحدة لا حل آخر أمامها إذا إيران اتجهت إلى الصين أن تأخذ العراق بشكل كامل وتبعد إيران من الساحة العراقية 100%، لأنه إذا إيران ذهبت إلى الصين ستلتحق جغرافيا بباكستان التي الآن هي أصبحت أحد الدول الرئيسية في منظمة شنغهاي، وبتبع ذلك العراق، وأيضا النظام السوري سيكون لديه خيار جديد وهو الالتحاق بشنغهاي جغرافيا بريا. فهذا المحور الأفقي الذي الصين أن تمده باتجاه شرق بحر الأبيض المتوسط على الولايات المتحدة أن تقطعه بمحور عمودي، ومركز هذا المحور العمودي هو العراق. الولايات المتحدة لا حل آخر أمامها إلا أن تقطع المحور الأفقي التي الصين تريد أن تمده وتسميه الطريق الحريري الجديد باتجاه الشرق. والسكك الحديد هذا الطريق الآن وصلت إلى كابول، الشركات الصينية عبرت الجبال الوعرة جدا، جبال بامير وهندوكوش وجزء من جبال هيمالايا، عبرت هذه الجبال وأوصلت طريق سكك حديدها إلى كابول أفغانستان. وأيضا باتجاه آخر هناك طريق آخر باتجاه باكستان. فهذا العمل الصيني الجبار التي تجهد عليه بكين بشكل جدي تنفذه خلال السنوات العشر الماضية يهدد هيمنة الولايات المتحدة على العالم وعلى شرق الأوسط بشكل خاص. نعم. سأعود إليك أستاذ محمد المدحجي. أستاذ حسين، يعني إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ يعني هل من الممكن أن تتقاطع المصالح الأمريكية الإيرانية بعد انتهاء ملف تنظيم الدولة، أو بعدما أن يكون هناك توجه ربما إيراني نحو الصين والاتحاد الأوروبي مستقبلا؟ تنظيم نحن الدولة نتحدث واحد فيما يخص العراق. نعم، تنظيم الدولة واحد من الأسباب التي أدت إلى التحالف الأمريكي الإيراني والتعاون فيما بينهما لتدمير العراق، كان أداة مستخدمة لهذه الفترة. أما الخلاف الأمريكي الإيراني، كلما تقلصت منطقة الرماد كلما زاد الخلاف، يبرز الخلاف أكثر، لأنه إيران دولة تتعامل بالسياسة من منطلق عقائدي، ومن الصعب جدا احتوائها من أي دولة كانت. كل دولة تتعامل
سياسيا من منطلق عقائدي لا يمكن احتوائها حتى لو كانت جماعة وليست دولة. فبالتالي إيران كلما تقلصت المنطقة الرمادية اللي هي الآن تستطيع أن تناور فيها باسم الإرهاب باسم المصالح باسم هذا، كل هذه هي منطقة رمادية تستطيع إيران أن تعمل، كلما تقلصت فبالتالي نعم كلما زالت ولكن كلما زال زوال التنظيم هو أحد يعني انتهاء ملف من هذه الملفات. ولكن أنتم رأيتم التنظيم كيف اتفق أخيرا في لبنان من منطقة عرسال وانتقل بباصات مكيفة من عرسال ونقل إلى الحدود العراقية وقسم نقل داخل الحدود العراقية. فبالتالي هذا التنظيم معروف أنه هو أداة، ولو كانت الحكومة العراقية صاحب السيادة فعلا لرفضت هذا الاتفاق، أو في حين أنه إيران قالت لم يكن البعض يرى بأن يعني بعد احتلال العراق عملت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على ترسيخ الطائفية في العراق منذ عام 2003 وحتى اللحظة. هذه الأمور التي تحصل في العراق الآن، هل المشكلة السنة والشيعة أم المشكلة في ماذا؟ من المستفيد من كل ما يجري الآن؟ يعني الكل الآن هو في العراق، الكل عراقيون والكل يدفعون ثمن ما يجري من دمائهم والضحايا والأطفال والأبرياء والمدن التي أبيدت. يعني طبعا. من المستفيد هنا؟ أنا أقول لك، بس أحب أعلق لك دقيقة نص دقيقة على طبعا. الخلاف الولايات المتحدة حتى لو استهدفت إيران ستستهدف النظام ولا تستهدف الدولة والشعب. ولهذا السبب ممكن قلب نظام ممكن كذا لا يمكن تتعامل معه في حالة خلافة كما تتعامل مع العرب، فاستهداف النظام شيء واستهداف الدولة شيء آخر. هذا اللي حبيت أقوله. أما الخلاف الموجود سنة وشيعة والطائفية اللي موجودة ليس هناك خلاف. أنا أسأل بصورة أخرى وهو السنة غرباء في العراق أم الشيعة؟ كلاهما مواطنين أصليين داخل العراق منذ مئات السنين، منذ أكثر من ألف عام. وهذا دليل على عدم هذا دليل موجود، هذا هذا المكون موجود منذ أكثر من ألف عام. وهذا المكون موجود منذ ألف عام، والخلاف الفكري موجود. الخلاف الفكري موجود، لكن الخلاف الفكري كيف كان؟ كان وفق قاعدة لكم دينكم ولي دين، والتعامل داخل الوطن على أساس المواطنة. كيف استطاعت إيران وأمريكا أن تحصلان على مكاسب من خلال ذلك؟ نعم، عندما جعلت الطائفية ترتقي من المستوى الفكري الداخلي إلى المستوى السياسي وجعلت النظام السياسي قائما على الطائفية، هنا برزت الطائفية وهنا حكمت الطائفية وبأسلوبها الطائفي القمعي الحقود. فبالتالي هنا نشأ الصراع، يعني الصراع ما بين السنة والشيعة ليس استداما. والسؤال الآخر، هل ممكن تعايش السنة على مدى التاريخ؟ ليس هناك تاريخيا صراع. ليس هناك صراع. السؤال الأهم احنا الآن نتكلم في الوقت المعاصر وفي التاريخ الحديث والوسيط، هل السنة والشيعة ممكن التعايش أم لا؟ هذا أهم سؤال. الجواب نعم، في الوطن الواحد في دولة المواطنة ما لم يكن هناك طائفية سياسية سنية أم شيعية الذي جاءت به الولايات المتحدة وبالتعاون مع إيران وأدواتهما في العراق جعلت الطائفية السياسية ترتقي بل وصلت إلى سدة الحكم، فبالتالي لابد أن يكون صراعا. وعبر التاريخ كلما كان الصراع السني الشيعي عندما ترتقي الطائفية إلى سدة الحكم، الخطورة هنا نموذج الحكم الطائفي هو الخطورة وليس وجود الشيعي خطورة ولا أو وجود السني خطورة، لأن مكونين أصليان في العراق. فكيف تصارعون؟ هل إلى لا يمكن؟ هل إلى مدى حياتنا نبقى نتصارع؟ الجواب لا. هل لا يمكن نتعايش؟ الجواب لا. البلد يسع الجميع وفق قاعدة لكم دينكم ولي دين. الإسلام السياسي هل كان أداة أيضا؟ هذا طبعا السؤال موجه إلى الأستاذ محمد المدحجي. أستاذ محمد، إلى أي مدى ترى بأن العملية السياسية المعتمدة في العراق المعتمدة على المحاصصة إلى أي مدى كانت يعني عامل الأمريكيون والإيرانيون على إدامتها، وبالتالي ترسيخ قيم المحاصصة، ترسيخ قيم التشظي داخل المجتمع العراقي؟ نعم، إذا لاحظنا بدأ الفكر الطائفي في العراق بعد عام الاحتلال 2003، وما لم تكن أصداء تطالب بالطائفية والمحاصصة قبل ذلك. والدستور الذي وضعه بول بريمل الحاكم الأمريكي للاحتلال حينها يعني كرس الطائفية والمحاصصة بشكل قانوني في البلاد،
ولا يزال هذا الدستور هو القائم، يعني العملية السياسية الحالية قائمة على هذا الدستور الطائفي الذي يفرض المحافظة بشكل قانوني على البلاد. إذا أخذنا بعين الاعتبار خلال فترة الحكم الوطني في العراق خلال فترة حكم حزب البعث، نرى أنه لا وجود لهذا الفكر، وأصلا لا وجود لشيء اسمه شيعي أو سني. وما نسمعه الآن على مر التاريخ العراقي أستاذ محمد، وليس فقط في حقبة معينة، ليس هناك يعني صراع شيعي سني، هذا الشيء سمعنا به بعد الاحتلال وجاء فعلا بعد عام 2003. الآن أستاذ محمد المدحجي، هناك يعني من خلال هذه المرحلة بعض الرسائل ربما ترسلها إيران إلى التحالف الشيعي ربما داخل العراق، من خلال يعني زيارة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني. كيف يعني قرأت أو في أي إطار قرأت هذه الرسالة أو هذه الزيارة؟ هذه الزيارة جاءت في توقيت حرج جدا لإيران في الساحة العراقية، وفي توقيت التي ترى إيران تقليص نفوذها يبدأ في الساحة العراقية، وهناك شبه تقاسم في السلطة في العراق، يعني خلينا نقول لاستقطاب وجهة النظر الأمريكية الجديدة أو لأي هدف آخر. لكنه تصريحات جابري أنصاري نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، الذي قال بالأمس أن إيران أصبحت منهكة بسبب الملفين السوري والعراقي، وعلينا يعني على إيران إعادة النظر في استراتيجياتها المعتمدة في هذين البلدين أي العراق وسوريا. هذا التصريح جاء في توقيت، وطبعا تفاجأ الكثير من هذا التصريح، بأن إيران حتى قبل 6 أشهر كانت تقول أنها تسيطر على بغداد وعلى دمشق، وتعتبر العراق القلب النابض للحضارة الإيرانية، ما صرح به رئيس مكتب خامنئي قبل أقل من عام. فماذا حصل؟ لإيران بدأت تقول أنها منهكة في سوريا والعراق بسبب تغيير السياسة الأمريكية في هذه المنطقة. وطبعا هناك شراكة واضحة روسية، أنا لا أقول شراكة روسية أمريكية بكل العالم، لكن في هذين الملفين شراكة واضحة روسية أمريكية، تعاون روسي أمريكي. هذا ما تسبب للإيرانيين أن يقولوا أنهم أصبحوا منهكين. زيارة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني إلى العراق هو للحفاظ على ما تبقى لإيران أو ما يمكن الحفاظ عليه في العراق، وطبعا لصد الانشقاق الحاصل في البيت أو في العملية السياسية الحاكمة الفاشلة في العراق، للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه. وهذه الزيارة لم تكن من منطلق قوة، بالعكس جاءت في توقيت إيران تشعر بضيق شديد في الساحة العراقية وتخاف على جنودها في العملية السياسية وخارج العملية السياسية. عليكم أستاذ محمد، ما الضيق الذي ممكن أو تشعر به فعلا إيران لكي تبعث بمبعوثها رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى العراق الآن؟ إيران تعتمد على الائتلاف الشيعي الحاكم بالدرجة الأولى في مشروعها، في تمرير سياساته ومشروعها في العراق. الائتلاف الشيعي الحاكم الآن فيه مشاكل وفيه تصدعات وانشقاقات. إذا ما تفكك هذا الائتلاف فمعناها إيران ستفقد الكثير من مكتسباتها ومن نفوذها داخل الساحة العراقية. إيران لا تستطيع أن تلزم الكتلة السنية أو الكتلة الكردية كما تلزم كتلة الائتلاف الشيعي. ما هي هذه المشاكل؟ هذه المشاكل حقيقية برزت داخل الائتلاف الشيعي، بدأت منذ انشقاق منظمة بدر بزعامة هادي العامري من المجلس الأعلى، ثم منذ تشكيل كتلة دولة القانون بزعامة المالكي، وهي تعتبر الكتلة الأكبر داخل الائتلاف، في حين أن الائتلاف وحزب الدعوة متقاسمين النفوذ. حزب الدعوة له رئاسة الوزراء
المجلس الأعلى له رئاسة الائتلاف، رئاسة الكتلة. فبالتالي هنا ظهر النزاع وهنا ظهر الخلاف. مجلس الأعلى ضعف، ليس لديه الأغلبية داخل كتلة الائتلاف الشيعي. هذه أحد الأسباب الأخرى المهمة، أنه التيار الصدري داخل الائتلاف وهو التيار المهمش، لكنه هو الأقوى داخل الائتلاف، هو التيار المهمش. لا ليس له لا رئاسة الائتلاف ولا له رئاسة وزراء، وليس له حتى وزارة سيادية داخل الائتلاف. فبالتالي الائتلاف يعيش حالة تصدح حقيقية وحالة انشقاقات. وبالتالي أنه المجلس الأعلى عندما خرج منه عمار الحكيم وأراد أن يرتدي ثوبا ليبراليا جديدا أضعف المجلس أكثر وأضعف. أنا أعتقد الائتلاف قابل للتمزق نتيجة الخلافات الداخلية ونتيجة أيضا تدخل الأمريكي بطريقة نوعا ما، لأنه إذا لم يتصدع هذا الائتلاف أو لا يمكن تفكيكه، سيبقى النفوذ الإيراني داخل العراق من خلال الائتلاف. أما هل الخلافات حقيقية؟ نعم حقيقية قائمة، ولكن هذه الخلافات هي خلافات سياسية لم تصل إلى درجة الاقتتال، ولم تصل إلى لحد الآن هو خلاف سياسي بانشقاقات وإلى آخره، لم يتجاوز أكبر من هذا. أستاذ محمد المدحجي، هناك يعني أمور موجودة على الأرض واقعا، ميليشيات موجودة في العراق، هناك غطاء جوي أمريكي لها، هناك معارك جرت في الموصل، وأيضا هناك دخول الميليشيات في تل العفر، وهناك أيضا عودة لتنظيمات مرة أخرى إلى الحدود العراقية، وهناك تفاهمات إقليمية بعلم إيران والحكومة العراقية وأمريكا. من وجهة نظركم أستاذ محمد المدحجي، كيف الصورة لطبيعة العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة مستقبلا، خصوصا بعد معارك الموصل؟ يعني ما حصل في منطقة موصل ليس بمعزل عن ما يحصل في الشرق السوري. الولايات المتحدة أنشأت أكثر من 10 قواعد عسكرية في الحدود العراقية السورية داخل الأراضي السورية، وطبعا نقلت وكالة الأناضول التركية عن هذه القواعد، والرئيس الروسي تحدث بصراحة أنه لا مشكلة لروسيا مع هذه القواعد الأمريكية على الأراضي السورية. والولايات المتحدة واضحة في هذه السياسة لقطع الوصل ما بين إيران وما بين شرق البحر الأبيض المتوسط، هذا ما تريده الولايات المتحدة وتخطط له. وطبعا أسلفت في حديثي خلال هذه الحلقة أن الولايات المتحدة عليها أن تبني محور عمودي لقطع المحور الأفقي التي تريد أن تمده الصين، وإيران هي الآن في المحور الأفقي. فالولايات المتحدة وهذا الملف تحديدا سيحدد العلاقات، شكل العلاقات ما بين إيران والولايات المتحدة. وإيران منزعجة من ما تفعله الولايات المتحدة في غرب العراق وشرق سوريا، ولهذا السبب شكل الحل لهذه المنطقة تحديدا سيحدد جزء كبير من شكل العلاقات الأمريكية الإيرانية والتعاون الأمريكي الإيراني في الساحة العراقية. وأنا أربط زيارة هاشمي شاهرودي وهذا التوقيت الحساس حاليا على مقربة إنهاء أو انتهاء هذا الملف، ملف منطقة غرب العراق، فإيران تحاول إعادة أوراقها في العراق للحفاظ على ما تبقى لها في العراق. والولايات المتحدة تريد أن تعطي امتيازات أكثر ما تم إعطاؤه لإيران وجماعتها في العراق. شكرا لك أستاذ محمد المدحجي، مدير مركز ميسان للدراسات العربية والإيرانية، كنت معنا من لندن عبر الهاتف. بالعودة إليكم في دقيقة واحدة أستاذ حسين السبعاوي، يعني الآن العراق غارق في مديونية عظيمة، الآن مديونية مليارية، هناك ملايين النازحين نتيجة العمليات العسكرية أو نتيجة سوء سياسات المنطقة الخضراء، هناك فقر مدقع يهدد ثلث العراقيين، إلى أي مدى تتحمل الولايات المتحدة وإيران بتعاونهما مسؤولية ذلك؟ بالدرجة الأولى المسؤولة على ما يحصل في العراق هي الولايات المتحدة وإيران، ولكن ما هو الحل لهذا الوضع العراقي
المظلم الذي يعيشه العراقيين، الحل بتدويل القضية ورفع يد إيران من العراق. إذا ما رفعت يد إيران هناك بارقة في الأفق للحل، هناك يبدأ الحل. من هنا يبدأ الحل. من يأخذ على عاتقه الوقوف بوجه الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة ممكن التفاهم معها أسهل من التفاهم مع إيران لعدة أسباب، لأن الولايات المتحدة تبحث عن مصالح، وخلافنا مع خلافا سياسيا لا ينكر هذا الشيء، أما الخلاف مع إيراني وتأجيج الطائفية هذا لا يمكن التعامل معه بأي حل من الأحوال. ولهذا السبب نفقد سيعود الشعب العراقي ضمن إلى لحمته ويعالج مشاكله تدريجيا، لا يمكن حلا سحريا سريعا للحالة العراقية، ولكن الحل الأول برفع يد إيران عن العراق. شكرا لك أستاذ محمد، أستاذ حسين سبعاوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي الكريم في الاستوديو، وأيضا الشكر موصول للأستاذ محمد المدحشي مدير مركز ميسان للدراسات العربية والإيرانية، والأستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي. مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية في ختام الحلقة، وإلى اللقاء.